حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل حدثنا سلم يعني ابن زرير وأبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا يعني من ذهب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو الأشهب حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فذكر الحديث مثله حدثنا عبد الله حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهاب العطاردي جعفر بن حيان حدثنا عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة قال وزعم عبد الرحمن أنه رأى عرفجة قال أصيب أنف عرفجة يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب حدثنا أبو عامر العدوي حوثرة بن أشرس أخبرني أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرافة بن عرفجة بن أسعد أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب فذكر الحديث قال أبو الأشهب وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده يعني عرفجة حدثنا محمد بن تميم النهشلي حدثني أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرافة بن عرفجة بن أسعد عن جده عرفجة بن أسعد أسعد أن أنفه أصيب يوم الكلاب في الجاهلية فذكر مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان حدثني عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب فذكر الحديث حدثنا يحيى بن عثمان يعني الجرمي السمسار حدثنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن حيان العطاردي عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده قال أصيب أنفه يوم الكلاب يعني ماء أقتتلوا عليه في الجاهلية فذكر مثله قال فما أنتنا علي حدثنا عبد الله حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهب عن حماد بن أبي سليمان الكوفي قال رأيت المغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب فذكر مثل ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به حدثنا عبد الله أبو عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب فأذن لهم فقالوا حدثنا قال سلوا فقالوا ما معنا شيء نسألك عنه فقالت أبنته من وراء الستر سلوه عن حديث عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان حدثنا عبد الرحمن حدثنا عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول حدثني رجل من بني سليط أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على باب المسجد وعليه ثوب قطري ليس عليه غيره محتب به وهو يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير بيده إلى صدره حدثنا إسماعيل عن يونس حدثني أبو العلاء بن الشخير حدثني أحد بني سليمين ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له